عيب ني با في بوغ ايتر اونترينور. و مسكينه حاول حتى هو يوقف اللعابه اصلا. المصريين بارعين، لا خويا المصريين وحتى التوانسه. وهذا علاش في اللايف اللي فات قلت انا، قلت بانه انا بالنسبه لي الرجاء اول فريق اللي خصو يقلب على منتخب تونسي، على مدرب تونسي. كيخصنا مدرب تونسي باش يعلمنا لي فالوريتي ويعلمنا خوت الكره، لان حنا ضايعين في هذه القضيه هذه، والدراري ديالنا كيتكرفصوا وكيلعبوا بواحد القتاليه كثيره وكيستنزفوا الطاقه البدنيه ديالهم بزاف لانهم كيلعبوا معقول. خصنا نتعلموا حتى حنايا كيما عباد الله نتعلموا شويه الخبز باش نميناجيو لي زيفور ديالنا، لي زيفور فيزيك. الو، بلاتي 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 اخويا نقص الصوت، بلاتي بلاتي. وي الله يحفظك ويجيك اخويا، تفضل. مرحبا 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 اخويا. نعم اخويا تفضل. ما صعيب والو، ناقصه شويه، ناقص 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 الدفاع وناقص لا ريكوبيراسيون. تلا ريكوبيراسيون تلا ريكوبيراسيون. شوف الراجل هنا ما عندهش واحد جوج كاسوره، جوج يكونوا مزيانين. اه الله يرحم والديك، والله الا طحتي فيها نيشان خاص الكاسور. جوج كاسورات جوج يكونوا احسن ما كاين، واحد كي لون بلاصي الاخر. واش العرجه ولا كيطيح هذا ولي تا هو كيطيح في رجلينا بزاف. واش باللياقه البدنيه ما كايناش؟ واش ما تفهموش ليا الدراري؟ وي لا لا بصح بصح تفرجوا دابا الدراري ودي قال لي راه ناقص عبد الله. وي 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 حيت واحد القضيه عاوتاني ما نساوهاش، اللعابه كيفكروا تيلعبوا وهم ميم طون تيفكروا في الماتش ديال الثلاث، ماتش ديال الثلاث لا ماتش ديال الجولات. ولكن اليوم يعني كان نقص على المستوى، على مستوى التنظيم الدفاعي. راه اوغوزمون كان اليوم فخر في النهار. شحال ديال شكون اللي كاين فيه؟ انا كيبان لي تما داك ديال التونس ما كاين باقي حتى حاجه ما كاينه. لا ما كاين حتى حاجه، لانه دابا بحال رجعوا الكونتو دا زيرو، لانه دابا بغاو يدخلوا كيبان شي المدرب اقرب هو ابو شروان ويديروا معاه بشحال بارك وشي وقت الثمن. واش خاصنا انا 40 مليون ولا 70 مليون الشهر ولا خويا؟ ما شوف عندي لك واحد القضيه، انا كيبقى انت رايك يحترم، كيبقى رايي الخاص. هذا نقول لك واحد القضيه، الفرقه اللي كيكون عندها ان افيكتيف اللي غنقولوا غولاتيفمون غيش، ما نقولوش نسبيا، ماشي عاوتاني ما عندناش عاوتاني دي كاليبر، ولكن عندنا بزاف ديال لي بوسيبيليتي في ميم بوست. هذه المجموعه ملي كتكون عندك بحال هكا، راه كيخصك مدرب اللي كيعرف يجيري المجموعه. راه ما عطي 15 والو. لا دابا ما فهمتينيش، دابا انت دابا نقول لك واحد القضيه. دابا في لاطاك مثلا عندك زريده وعندك بن جديده وعندك حداد وعندك بن جديده وعندك كابونغو وعندك بادينكا وعندك متولي وعندك سميتو الاخر ذاك شكون عاوتاني الهابطي هو رجع لهم، غير رجع لهم طيب نهار الاثنين. عندك سميتو سميتو شكون عاوتاني كاين في المهاجمين؟ كاين هذاك كوياطي. عرفتي شحال ديال اللعابه كاينين؟ عندك عظام اللاعبين دونك هادو كاملين، وزيد عليهم الوسط شي هادو. الا ما عندكش مدرب اللي هو شبعان تدريب واللي عنده تجربه وعنده كاريزما، يعني كلشي كيحترمو كلشي، بحال قال هذا دخل وكيتحكم في اللاعبين. الله يرحم والديك، يقول متولي جلس غيجلس، غيقول متولي غير هذا هو. دونك خصك مدرب عنده تجربه. دابا قيت المدرب ما عندناش اختيار، دابا كيخصنا مدرب دابا يجي، ما نقدروش نتسناو حتى الخميس. وي بيان سيغ، انا قلت لك انا خصاني العاب اللي يكون حداه باش اش كيدير. العاب جوج كاسورات واحد اللي روباس متولي اللي يعاون متولي في صالح العاب. شي متولي في هذا لاج هذا يقدر يلعب لك ان بون غوليور، كاع يلعب لك ان بون غوليور. ايه اش كنقول لك انا، غير يلعب لك ان بون غوليور، غير يولي هو كيجي في لالين ميديان وكياخذ الكره هو كيدوزها لصانع الالعاب اللي حدا الكاري، وهذاك صانع الالعاب كيدوزها للسبعه ولا كيدوزها لربع سنتر. شوف انا كيولي الهبطي غايب لك الانضباط مزيان يلعب مزيان شويه. الهبطي لا، الهبطي الا انت الهبطي راه كويري حتى واحد ما كيناقشو، الا انضبط راه غادي يعطي. غير هو كيخصو يعني يلعب كره سهله، ما يبقاش يصعبها عليه وما يبقاش يضيع كوري. اكيد اكيد غيمشي بعيد. اخر سؤال السي يوسف ونخليو شي واحد يهضروا، اش بان لك المدرب
امثل لفريق الرجاء في هذه الحاله الظرفيه الخاصه. الظرفية الخاصة أنا كنشوف مدرب اللي عنده تجربة، إما هذاك معين الشعباني أو لا الآخر، أو لا هذاك الآخر ذاك اللي كان سميتو مسعد جردة بلا ما يجي وقيلا كيما. لا لا لا، مسعد جردة ما يصلحش للنجم. مسعد جردة نفس الأخطاء، راه ملي كان معانا راه ما كانش كيجيري مزيان الفيستيال، وكان الفيستيال غالب عليه، هادشي الناس كيعرفوه. ميرسي بوكو يوسف، الله يهديه. مرحبا ميرسي بوكو مرحبا خويا، تحياتي. فرصة سعيدة، فريق الرجاء البيضاوي شكرا الخير، يا ربي يا ربي وانا كل خير، ونتمنى على شط مود مشاهدي اخرين تاع الله يحفظك، الله يحفظك خويا، ميرسي بيان، تبارك الله.